الحوثيون يحولون أكبر جامعة يمنية إلى معرض صور لقتلاهم. يمن المونيتور: افتتاحيات الصحف الأمريكية تسلط الضوء على انسحاب الإمارات من اليمن. ومن أخبارنا المنوعة: هندي تلقى تعليمه تحت الأشجار يقود بلاده إلى القمر. حولت ميليشيا الحوثي جامعة صنعاء إلى معرض مفتوح لصور قتلاها وشعاراتها المعادية للحياة وغيرها من الممارسات التي حولتها من أعرق وأهم جامعة يمنية إلى مقاطعة حوثية بامتياز ووكر لاجتماعات قادتها السرية. موقع قناة بلقيس تنقل في الجامعة والتقى طلابا وموظفين وأكاديميين تحدثوا عن أكثر وجع يشعرون به وهم يرون جامعة تنهار وعنوان الموقع: هكذا حول الحوثيون أكبر جامعات اليمن إلى معرض لصور قتلاهم وشعارات معادية للحياة. في أحاديث خاصة لموقع بلقيس يقول أحد الطلاب: كل يوم أقترب من بوابة جامعة صنعاء الجديدة أشعر وكأني أدخل مقبرة وليس جامعة. كانت تضم 8 كليات وعشرات المراكز البحثية المتنوعة، علاوة على أنها كانت أهم وأكبر جامعة يمنية، فبدلا من أن تفتح عينيك على مجسمات ومنحوتات لعباقرة احتوتهم هذه الجامعة أو تخرجوا منها، تصفعك صور قتلى الحوثي وشعارات تمجيد الموت وذم الحياة. أحد الأكاديميين قال إنه فرض عليهم وضع الملازم في مكاتبهم وتم مصادرة كتب كانت في أدراج المكاتب، وأشار إلى تعرض أكاديميين للإهانة والتبويخ والتهديد بالفصل لعدم تنفيذهم التوجيهات والالتزام برفع الكتب والمراجع والإصدارات الأجنبية التي تقول الملازم أنها تنشر الرذيلة والثقافة الغربية. عن العنصرية ورفض إقحام اللاجئين القادمين من أفريقيا في الصراعات داخل اليمن، يكتب محمود ياسين مقالا تنشره بلقيس بعنوان: هل نحن عنصريون دون أن ندري؟ ماذا لو كانوا سوريين؟ هل كانت إب ستظهر الممانعة ذاتها ولا سيما الكتاب الناشطين؟ الفارق اللوني مرتبط قليلا بصور تلفزيونية كرست في الذهن تلك التشكيلات من المقاتلين الأفارقة في بلدانهم وهم مدججون بالقاذفات والكلاشينكوف. السوريون حاربوا أيضاً، لكن الذهن إذ يفكر في اللاجئين السوريين يستحضر صورة مكتظة بالأطفال والنساء مستبعداً المقاتلين من جبهة النصرة وداعش حتى. ومع اللجوء الأفريقي يستدعي الذهن صورة مكتظة بالمقاتلين ومستبعداً صور النساء والأطفال. عيونهم سوداء أو عسلية، سواء انعكست شمس إب على بشرة لوحتها قسوة خط الاستواء أو ترك جبل اللوز عليها أثر نمش وبياض بهيج. سمرة البن في عيون طفلة أفريقية هي ذاتها إيماءة شرود الإنسان في تحديقات صبية من ريف دمشق، فلتحتضنهم مدن وبلدات اليمن كله. ولو كانوا ملايين سنقاسمهم ما تبقى لدينا من أسباب الحياة، لكننا سنرفض ونتمسك برفض عملية التجميع هذه، ونحن نعاني احتمالية أن يظهرنا هذا الخوف أقل إنسانية. نقاسمهم الحياة في كل اليمن، ولن نسمح بتلقي سبب إضافي للموت تحت غطاء مهمة أممية تحاول أن تبدو إنسانية أكثر من ضحايا الحرب. التوطين في منطقة محددة وفي ظرف كهذا خطر أسود أو أشقر. التوطين في منطقة محددة وفي ظرف كهذا خطر أسود أو أشقر، إنه كذلك، والخوف بلا لون. أبرز الصراعات التي تحدث في عدن ترتبط بنزاع حول نهب الأراضي وعنوان موقع المصدر أونلاين لصالح متنفذين قوى أمنية تسطو على أرض في الحسوة غرب عدن. وقال مصدر محلي للمصدر أونلاين إن مجاميع تتبع قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا تصدت لمسلحين محليين حاولوا السيطرة على أرض في محمية الحسوة والمنطقة الحرة غربية مدينة عدن واعتقلت 4 منهم
منهم قبل أن تبسط سيطرتها على المكان. واستغل قادة في الأمن والمقاومة المحلية في عدن النفوذ والسلاح لينفذوا عمليات بسط على الكثير من الأراضي السكنية والمساحات الفارغة في مديرية البريقة ودار سعد اللتين شهدتا النصيب الأكبر من عمليات البسط والاستيلاء بالقوة. السفينة الإيرانية التي يتحدث عنها الصيادون اليمنيون من وقت إلى آخر لا تزال تثير الشكوك، وعنوان موقع صحوانت. صيادون يمنيون يجددون رفضهم لتواجد السفينة الإيرانية المشبوهة سافيز بالمياه الإقليمية. وقال الموقع إن صيادين يمنيين نفذوا وقفة احتجاجية ثانية في عرض البحر الأحمر جددوا خلالها رفضهم لتواجد السفينة الإيرانية سافيز في المياه الإقليمية. وناشد الصيادون في بيان لهم الحكومة وقيادة التحالف والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذهم من تلك السفينة، مؤكدين استمرار تهديد السفينة الإيرانية لحياة ومعيشة الصيادين. ولفت الصيادون إلى ما تسببت به السفينة من مقتل عدد من زملائهم وتعطيل نشاط أكثر من 30,000 صياد وحرمان مئات الآلاف من الأسر من مصدر دخلها الوحيد. يقول الصيادون أنهم شاهدوا سفينة إيرانية أخرى يشتبه أنها عسكرية بجوار سافيز تقوم بتفريغ عدد من الصناديق في قوارب وتنقلها للسفينة سافيز. جريفيث والأمم المتحدة هما إحدى مشاكل اليمن. تحت هذا العنوان كتب عبد القادر الجنيد مقالا لخص فيه مراحل الدور الأممي في اليمن، وأضاف الكاتب: كانت الأمم المتحدة في البداية أكثر من رائعة، وخاصة في الجهد الذي انتهى بمخرجات الحوار الوطني. وفي الحقيقة فإن الجهد الحقيقي كان لأمريكا وأوباما وسفيرها فيرستاين، وكنا كلنا نكره الأمريكان فيما قبل البداية لأنهم كانوا متحمسين لحليفهم صالح، وبعد أن أدرك الأمريكان أن صالحاً أصبح عبئاً عليهم تخلوا عنه وقاموا بذلك المجهود الذي انتهى بمخرجات الحوار الوطني. وكان الأمريكان يصدرون الأمم المتحدة ويضعونها في الواجهة للقيام بهذا الدور، وهم الدافعون الحقيقيون من خلفها. ثم انقلب أوباما على سياسته الشخصية من ذات نفسه بعد ورشة عمل غير مسبوقة داخل البيت الأبيض انتهت بما أسموه التحول نحو آسيا وإيران. خلاصة هذا التحول وأنه يجب أن تحول أمريكا أنظارها نحو آسيا، وأن الأوروبيين يجب أن يتسلموا ملفات منطقة الشرق الأوسط المتعوس بالخلافات والصراعات المذهبية والدينية العقيمة التي لا فائدة منها. لكن أهم ما في انقلاب أوباما وتحوله بالنسبة لليمن كان بأنه سحب سفيره فيرستاين بعد أن كان قد جدد له قبلها بثلاثة أشهر. وبانسحاب أمريكا تخلق فراغ هائل اندفع لملئه كل من كان معه قوة حقيقية وسلاح وأتباع، وهما عفاش والحوثي. بعدها وصلت إيران رسمياً إلى صنعاء برحلات جوية كثيفة، وأحكمت حصارها على السعودية من حدودها الجنوبية بعد أن كانت قد أطبقت على سقفها الشمالي بالسيطرة على لبنان والعراق وسوريا. ثم ماتت الأمم المتحدة ودورها موتاً سريرياً بعد تخلي شريانها الحيوي الأمريكي عن بعث الحياة في عروقها وفقدت أنفاسها. وبوضع اليد كان اليمن من نصيب بريطانيا لتشرف على سير الأمور فيه بما يخدم مصالح الغرب. واتضح بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن نمر من ورق من غير دور أمريكا. نشرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست كبرى الصحف الأمريكية افتتاحيتين عن الانسحاب الإماراتي من اليمن وتأثيره على السلام، وتأكيد الانسحاب على فشل التحالف في الحرب المستمرة ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. وقد ترجم موقع يمن مونيتور ما جاء في الصحيفتين معلقا: افتتاحيات الصحف الأمريكية تسلط الضوء على انسحاب الإمارات من اليمن وسبل صناعة السلام، حيث قالت صحيفة واشنطن بوست: يبدو أن قرار دولة الإمارات كان مدفوعا جزئيا برد الفعل المتزايد ضد الحرب في الكونجرس الذي صوت في مناسبات متعددة لتعليق الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية.
أما صحيفة نيويورك تايمز فقد أكدت أن الاشمئزاز الأمريكي المتضخم من الحرب وفر حافزا إضافيا لدولة الإمارات العربية المتحدة لتنأى بنفسها عن التدخل بقيادة السعودية. كما دفعت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران الإماراتيين إلى إعادة قواتهم إلى الوطن، حيث ستكون هناك بحاجة إليها في حال تصاعد قتال الخليج. وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات لم تشرح انسحابها علنا خوفا من غضب حلفائها السعوديين، لكن الدبلوماسيين يقولون إن الإماراتيين أرادوا الخروج لبعض الوقت الآن. أغلق متظاهرون في مدينة المكلا الساحلية مركز محافظة حضرموت، كما تقول العربية الجديد، عددا من الشوارع الرئيسية احتجاجا على الانقطاع الطويل لتيار الكهرباء. وقال سكان محليون في اتصالات منفصلة مع وكالة الأناضول إن محتجين أغلقوا شوارع رئيسية في أحياء الشرج والديس بالمكلا، وتسببت الاحتجاجات في حدوث ازدحام وتعطل حركة سير الشاحنات والقواطر وتكدس السيارات. وأضاف السكان أن الاحتجاجات تأتي للتنديد بتردي خدمة الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في البلاد. وتعليقا على الاحتجاجات، قالت وزارة الكهرباء والطاقة إن سفينة محملة ب3821 طنا من مادة المازوت وصلت إلى ميناء عدن في وقت متأخر الاثنين لتشغيل مولدات الكهرباء بالمكلا وساحل حضرموت. وأشارت الوزارة في بيان لها أن الشحنة تم شراؤها بصورة عاجلة بالتزامن مع إرسال 12 قطرة مازوت أخرى لتموين تلك المحطات من مصافي عدن. ووعدت الوزارة السكان بمزيد من الشحنات من مادة المازوت خلال الأيام المقبلة، ما يعني أنه سيقلل فترات انقطاع التيار الكهربائي بشكل ملموس. السيطرة على البحر، تحت هذا العنوان كتب جورج فريزمان مقاله الذي أعادت صحيفة الغد نشره وترجمه على الدين أبو زينة. تشكل الهيمنة على البحر أساس الأمن القومي الأمريكي، وكان الأدميرال ألفريد ثاير مهان وهو أعظم استراتيجي في التاريخ الأمريكي قد حدد هذه الهيمنة بوصفها المصلحة الأمريكية، وقال أنه لا يمكن تهديد الولايات المتحدة إلا من خلال قوة بحرية معادية يمكنها أن تغزو أراضيها وتحد من وصولها إلى المحيطات، ولذلك كان يجب أن تكون السيطرة على البحار أساس الأمن القومي الأمريكي، كما كان الحال مع بريطانيا. توفر السيطرة على البحر الضمان للأمن والتجارة، ومن المؤكد أن روما القديمة كانت تفهم هذا القدر، ولذلك ركزت على السيطرة على البحر الأبيض المتوسط، وهو ما أجبر القوى في شمال أفريقيا مثل قرطاج على مهاجمة روما عند تخومها وضمان الوصول إلى المحاصيل المصرية. الآن تحاول الصين وإيران تأمين ممراتهما البحرية، أو على الأقل حرمان الآخرين من الوصول إليها. وبالنسبة للصين التي أصبحت الآن قوة تجارية هائلة، يشكل الوصول إلى بحار العالم ضرورة اقتصادية، ومكمن خوفها هو أن تحاول الولايات المتحدة حصار الصين وبذلك خنق الاقتصاد الصيني. ومن جهتها لا تملك إيران التي تعوقها العقوبات الأمريكية القوة السياسية أو البحرية لكسر الحصار، لكن لديها الوسائل لفرض حصار مضاد على مضيق هرمز. الآن تصبح السيطرة على الفضاء هي أساس السيطرة على البحار، ويستطيع أولئك الذين يستطيعون رؤية صواريخ العدو أن يدمروه، وأن يفعلوا ذلك بسرعة بالصواريخ بعيدة المدى والأسرع من الصوت، وبذلك يكون الحرمان من إمكانية استخدام الفضاء ضرورياً لحماية السفن التجارية من هجوم العدو. فالأقمار الاصطناعية والطائرات من دون طيار موجودة مسبقاً، كما تظهر أجيال جديدة من الصواريخ الأسرع من الصوت باستمرار. وفي السابق تحولت السيطرة على البحر من سطح البحر إلى الجو، وهي تتحول الآن من الجو إلى الفضاء. ولا يغير هذا من جوهر الجغرافيا السياسية، لكنه يغير حقاً طبيعة الحرب. نطالع من صحيفة الجارديان البريطانية ما جاء في افتتاحيتها بعنوان
ترامب يريد دفع الولايات المتحدة لماضيها العنصري ويجب على الناخبين دفعها إلى الأمام. وتقول الصحيفة وفقا لترجمة البي بي سي إن أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيد الولايات المتحدة نصف قرن إلى الوراء، إلى العصر الذي كان فيه الزعماء المنتخبون يتحدثون عن تفوق الرجل الأبيض. وتقول إن ترامب يخفق في فهم أو يتجاهل واحدة من القواعد الرئيسية لبلاده، وهي أن الناس لا يجب أن يميز بينهم على أساس لون بشرتهم أو عرقهم، وترامب لا يعتبر إلا البيض مواطنين حقيقيين للولايات المتحدة، بينما ينظر إلى المهاجرين والأعراق الأخرى على أنهم عابرون. وتضيف أن الأمر لم يأتي كمفاجأة أن يقول ترامب لأربع عضوات في الكونغرس كلهم من غير البيض أن يعودوا إلى البلاد التي جاءوا منها. وتختتم الصحيفة افتتاحيتها قائلة إنه بينما يتجه ترامب بكل قوته صوب اليمين، يبدو أن مزاج الناس في بلاده يتحول صوب اليسار حسب ما تشير استطلاعات الرأي. لم يكن لدى أندوراي حذاء يرتديه، ولم تكن الكهرباء عرفت طريقها للقرية بعد عندما كان في الثامنة وكان يتعلم تحت ظل شجرة، لكن العالم يتغير بوتيرة سريعة، وكذلك الفتى الهندي الذي أصبح عنوانا لمواقع الأخبار، حيث تساءلت البي بي سي كيف ساعد هندي ريفي فقير نشأة بلاده في الوصول إلى القمر والمريخ؟ في حقبة الستينيات من القرن الماضي كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي يتنافسان في مضمار الفضاء، واتخذت الهند أولى خطواتها على هذه الطريق مطلقة أول صاروخ في 21 نوفمبر عام 63، لكن هذا الإنجاز لم يكن ذا أثر كبير على حياة الهنود. نشأ أندوراي وترعرع في قرية نائية جنوبي الهند، لكن الحرمان المادي لم يمنعه من التفوق في دراسته، وكان محبا للعلوم والرياضيات، لكنه لم يكن محبا لمادة التاريخ. يقول لبي بي سي: كان أبي يقول إن الغرض من دراسة التاريخ هو تعلم كيفية صناعته. يقول أندوراي: عندما كنت في عامي 18 حصلت على منحة كنت قد سمعت عنها عبر الراديو. بعد إكمال تعليمه الجامعي انضم أندوراي إلى منظمة أبحاث الفضاء الهندية في أوائل حقبة الثمانينات من القرن الماضي. يقول أندوراي: كنا نعمل في مبنى مسقوف بألواح الحرير الصخري، وكنا نطلق قمرا واحدا كل أربعة أعوام. في العام 2003 كان أندوراي يفكر في ترك وكالة الفضاء من أجل وظيفة مجزية في القطاع الخاص، ولكن حدث أن اختبر لقيادة أول بعثة هندية إلى القمر. ما المعنى الذي نبحث عنه اليوم ويجب أن يكتسبه الفرد؟ ما المعنى الذي يجب أن تمنحه النخبة للأمم والفرد؟ هكذا يتساءل إبراهيم غريبة في مطلع مقاله الذي تنشره صحيفة الغد. الفرد الفاعل والمبدع الذي يتحول إلى مركز للتنمية والإصلاح هو من يدرك المعنى إدراكا صحيحا ثم يسعى لأجله، لكن ذلك ليس وعيا مجردا أو مستقلا، كما أن الصواب نفسه ليس معروف ولا يعدم الإنسان حجة صحيحة لتفسير موقفه. فالأدلة الصحيحة لا تصنع المواقف، ولكن المواقف تنشئ أدلتها وحججها الصحيحة، وهذا يجعل الإصلاح جدلا بين الاتجاهات والأفكار. هكذا يمكن النظر إلى أسلوب الحياة الذي يتبعه الأفراد، فهو وإن كان سلوكاً فردياً فإنه مستمد من السلوك الجمعي العام أو إلهام النخب والطبقات والرموز التي يثق بها الفرد أو يعجب بها. وفي أحيان كثيرة يكون أسلوب الحياة استدراجاً دفعتنا إليه منظومات الإعلان والإعلام. نستهلك الخبز اليوم بكميات زائدة تسبب زيادة الوزن، ولم يعد معظم الناس وخاصة أهل المدن في حاجة لمواصلة الاعتماد على الخبز كطعام رئيسي كما كان من قبل، والحال أننا أغلبنا أو كثير منا نستهلك الخبز كمادة إضافية تعودنا عليها، لكن في وفرة الطعام الآخر يمكن التقليل بنسبة كبيرة جدا من استهلاك الخبز، وبذلك نقلل من استيراد القمح والاعتماد عليه والتخلص من السمنة والوزن الزائد.
يقول كارل ماركس: يصنع الناس تاريخهم، ولكنهم لا يصنعونه على النحو الذي يروق لهم أو في ظل ظروف يختارونها بأنفسهم، بل عوضاً عن ذلك فإنهم يصنعونه في ظل الظروف التي يواجهونها، وهي ظروف معطاة وموروثة عن الماضي. إن تقاليد الأجيال الماضية تجثم كالكابوس على عقول الأحياء، وهي مقولة تجعل للوعي بأسلوب الحياة قيمة كبيرة في الإصلاح. فالإصلاح في واقع الحال هو أن نجعل مواردنا تحسن حياتنا، وأن ننشئ الوعي وأسلوب الحياة على النحو الذي يحافظ على الموارد ويعظمها ويجددها. صحيفة الديلي تيليغراف البريطانية وعبر شبكة مصوريها في مختلف أنحاء العالم نشرت هذه الصور الساحرة التي سنعرضها عليكم بجولتنا المصورة لهذا اليوم. تقول رسمة واحدة ما لم تقله عشرات المقالات، ذلك ما أثبتته عدد ليس قليلا من رسامي الكاريكاتير العرب الذين نستعرض جزءا من إنتاجهم في جولتنا التالية. إذن مشاهدينا الكرام، بهذه مجموعة الصور والرسوم نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة ونلقاكم على خير.